بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين في البدايه ديال الاشغال هذا المجلس الحكومي تقدم اصلاه عن نفسي ونيابه عن جميع اعضاء الحكومه الى مولانا أمير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس نصره الله والاسره الملكيه الشريفه والى عموم الشعب المغربي باحر التهاني واطيب المتمنيات بحلول عيد الاضحى المبارك سائلين الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحه والعافيه وان يهل هذا العيد على جميع المغاربه داخل ارض الوطن وخارجه بالصحه والسلامه وعلى الامه الاسلاميه جمعاء بالامن والامان وعلى بلادنا بدوام الاستقرار والتقدم والرخاء باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي معنا في يوتيوب وفعلوا الجرس.